السلام عليكم مشاهدينا ومتتبعي قناة احترف العود، مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد. سوف نتعلم القراءة على المدرج الموسيقي وقراءة النوتات وبعض العلامات الموسيقية. سأعطيكم دولاب مقام الرست من تأليفي وسوف يعجبكم كثيرا وستعرفون قراءته بكل سهولة مع هذا الشرح. ابقوا معنا. للمزيد من المعلومات تابعوني على انستغرام وعلى قناتي الثانية، سوف أترك لكم الرابط أسفل الفيديو. سوف نعزف أولا هذه القطعة حتى نستمع إليها، وبعدها نشرح بالتفصيل كيفية عزف هذه القطعة بكل سهولة. هي كما تشاهدون الوزن 4×4، ونجد علامة نصف بمول في مي وعلامة نصف بمول في سي. كلما جاءتنا علامة مي أو علامة سي ستكون نصف بمول، باستثناء إذا كانت علامة تلغي النصف بمول في هذه العلامة. إذن نعزف أولا القطعة. إذن عزفت القطعة بهذا الشكل. الآن سوف نحاول أن نحلل هذه القطعة بقراءة سطر سطر. لدينا 3 سطور، إذن سوف نقرأ السطر الأول ونقرأ الثاني ونقرأ الثالث. ونلاحظ في أول القطعة لدينا علامات نصف بمول كما قلنا، ولدينا الوزن 4×4، ونجد حاجزين ونقطتين. إذن هذا الحاجز سوف نجده في مكان آخر، وسوف نعيد العزف من الأول. إذن سوف نعزف هذا السطر. نأخذ سرعة على حسب عزفي أو على حسب استطاعتي في العزف، ونبدأ بالقراءة. لدينا في الحقل الأول لدينا دو سي لا سول، وعلامة صمت التي تساوي زمن. إذن سي نجدها بأن هناك علامة بمول، وهي تلغي علامة النصف بمول في أول المدرج. إذن سوف نعزف دو سي لا سول، دو سي لا سول، لكن بهذا الشكل إس، بهذا الشكل. أعيد إس، ونجد في الحقل الثاني سي لا سول فا، نفس الشيء، وعلامة صمت أيضا سي لا سول فا، وعلامة صمت التي تساوي زمن. إذن سوف نجد في كل حقل 4 أزمنة، ونجد في الحقل الثالث لا سول فا مي، لا سول فا مي، وعلامة صمت أيضا. ونجد في الحقل الرابع سول فا مي ري إس، وفي الحقل الخامس نجد فا مي ري دو. لدينا علامة دو بيضاء تساوي زمنين، إذن نقرأها بهذا الشكل فا مي ري دو. ونجد الحاجزين كما قلت لكم، ومن هذا الحاجز نعود إلى أول القطعة ونعزفها من الأول. نقول دو سي لا سول إس، سي لا سول فا إس، لا سول فا مي إس، سول فا مي ري إس، فا مي ري دو، بهذا الشكل. في المرة الثانية لا تكون هناك إعادة، نقوم بعزف القطعة كاملة. ونجد في الحقل السادس ري مي فا سول لا سي دو ري. لدينا 8 علامات وهي ذات السن، إذن نجمعها بهذا الشكل ويتم قراءتها بهذا الشكل. بهذا الشكل. ونجد في الحقل الموالي هناك أيضا 4 من علامات ذات السن، نجمع بينها بهذا الشكل، ونجد ضو علامة سوداء تساوي زمن، وعلامة الصمت تساوي زمن. إذن سنعزفها بهذا الشكل. لدينا
مي دو سي ري دو اس بهذا الشكل. وفي الحقل الموالي لدينا مجموعة من ذات السين، ونجد بأن علامة سي تكون بيمول وليست نصف بيمول كما اعتدنا، إذن سنعزف بهذا الشكل. دو سي لا سول سي لا سول فا، دو سي لا سول سي لا سول فا بهذا الشكل. والحقل الموالي يبدأ من لا، أيضا نفس الشيء، لدينا 8 علامات من ذات السن تكون بهذا الشكل، إذن نعزفها ب لا سول فا مي سول فا مي ري. الحقل ما قبل الأخير والحقل الأخير يكون بهذا الشكل، فا مي ري دو مي ري سي ري دو. لدينا علامة بيضاء في دو، نعزفها بهذا الشكل دو. وهكذا تنتهي القطعة. الآن سوف نعيد عزفها. إذن بهذا الشكل نعزف هذه القطعة، ووضعية مقام الرست واضحة والأصابع في أماكنها. فإذا أردت أن أزيد في السرعة سأعزفها بهذا الشكل. ونلاحظ الريشة يجب أن تكون داون أب حتى تكون تساعدني أكثر. فمثلا هذه الجملة، تحتاج إلى صد ورد حتى أتلاعب بالريشة لكي تعطيني الجمالية. أو تكون بهذا الشكل. يعني أستخدم الريشة أتلاعب بها كما أشاء بالصد والرد. وهكذا يكون لدي عزف جميل وسليم. هكذا هي القطعة، تمرنوا عليها جيدا وزيدوا في السرعة حتى تشعروا بقيمتها وجماليتها. وهي من تأليفي، أتمنى أن تنال إعجابكم. ولا تنسوا الاشتراك في هذه القناة، وتعليقاتكم تهمنا، وأراءكم واقتراحاتكم طبعا. وإلى اللقاء، إلى درس آخر إن شاء الله.